او تيشوفوا مام هنا كادني واه كاش واحد ما دامته دارت له الكادنا to keep a straight face when I'm burning like fire and you walk all the sides I'm drawn in desire and you have to think twice the playing with my mind gotta get out of here tonight السلام عليكم خوتي وخواتاتي مرحبا بكم في قناة ديالكم رائد فلوغ اليوم راني في واحد البلاصة واحد الجبل واسمه تيفولي الجبل هذا تيفولي من اقدم يعني الاماكن راني راح نديكم واحد شغل بشره صغيره هنايا من اقدم الاماكن الحضاريه هنايا في ايطاليا هذه في نواحي روما ماشي خارج روما شويه مساحه ماشي حاجه نروح نزوروها ونقصروا على واحد السوجي مفيد جدا هنا جوست في الدخله تاع تيفولي هذه كاين ان جاردان كبير شباب بزاف راني نوريكم يعني تقدر تجي تريح فيه نتايا وحدك ولا مع المدام ولا مع صحابك ولا مع العائله تاعك تجي صح السوسطة وصاي عجبك الحال وساكن ما تريح نص ساعه برك وترفد روحك تروح للدار ديكومبريسي كاع واش عندك مشاكل دوكا راني داخل للدشرة هذه تيفولي هذه طريق مازالهم بالسيستم تاع بكري طريق ولا الحوانت ولا لا موطاليتي دوك ندخلكم لداخل منها تحويسه شابه هذه ولا غير تحويسه كرهنا شويه نحضروا بزاف على التاشيره والاخر ومخرجوا نديكوفريو مع بعض كيف ندخلكم دوكا للديار تاعهم يعني الارشيتكتور تاعهم الداخل الزنيقات اكسيتيرا باش تشوفوا الطاليان تاع الصح كيفاه مخدومه لهنا هاد اليامات راهم يوجدون ناطالي اللي هو ناطالي نوال تاعهم فوالا راهم يوجدون نوال الو تلقاو لا لوميير ان بو بارتو مام في هادو الزنيقات الصغار هادوما من اقدم الاحياء ولا الازنقه الزنقات جمع ازنقه الازنقه ولا الزنقات الايطاليه يعني هنا صح تحس روحك راك في ايطاليا يسكن هنا لي زارديجا روما ولا يسكن في روما ولا زارديجا طاليان يعرف باللي معروفه بحاجه اللي هي الفونتانات وين تروح تلقى فونتانا الفونتانا هما هادو ما تاع الماء بارتو نشربوا دوك نحكي لكم لي استوار تاع الفونتانا هذه ولي استوار تاعي مع الطاليان نشربوا شويه فريمون بارد بزاف ماشي شويه الاستوار تاع الفونتانات هذه نهار دخلت الخطره الاولى لهنا للطليان كانوا قالوا لي كان تشرب من سبعه فونتانات سبعه راح تريح لهنا في الطليان وما راحش تتحرك منها انا هي نشفى الناس يشربوا سبعه فونتانات انا شربت واحد 7000 فونتانه ما قدرتش نخرج سي بون الوغ نحكي لكم اللي يجي للطليان يشرب من سبعه فونتانات ما راحش يخرج من روما هذه خلاص اليوم ان شاء الله راح نحكي لكم علاش انا اصطاليت هنا في الطليان وعلاش ما قدرتش نبدل البلاد هذه وعلاش نحبها وعلاش انا عايش فيها اكسيتيرا
كنت رحت لفرنسا، رحت كيما بديت الهجره تاعي الاولى، مشيت لفرنسا اسبانيا بلجيكا، ما لقيتش روحي فيهم. صراو لي امور بزاف ماشي ملاح، تميزرت بزاف وخدعوني بزاف وتحشت لي بزاف. الوغ جي ديسيدي كاريمون باش ندخل لهنايا، دخلت للطاليان لهنايا. والحاجه الاولى اللي صادفتني في الطاليان انه شعب، يعني نعطيكم رسمي خاوتي ما تسمعوش الناس اللي تهضر بلا 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 هكاك، نعطيكم رسمي بار اكسبيريونس، الشعب الايطالي ماشي شعب راسيست، بالعكس سوسيابل بزاف. و وشنو هو شعب متكبر، يعني صح يتكبروا بزاف، ما مع لي فرونسي طلعين على لي فرونسي يتكبروا عليهم، تما هذه عقليتهم هما هكاك، يتكبروا بزاف ولكن ماشي عنصريين. وهذا هذه مفيده بزاف، هذه شغل مهمه بزاف، ماشي مفيده مهمه بزاف، ان تعيش في بيئه ما عندهاش العنصريه، ولا الاغلبيه كيقولوا ما عندهمش عنصريه، تسمى الاغلبيه تاعهم ماشي عنصريين. با دخلت وبديت نعيش اللي انا في طاليان، هذه حاجه اللي عجبتني، قلت لكم ماشي عنصريين. المشكل تاعهم الخدمه، عندهم مشكل ازمه اقتصاديه كبيره تاع الخدمه، ما تلقاش خدمه، ولكن تلقى خدمه راح كاين بزاف امور يساعدوك. من بين الامور هذوما انه المعيشه هنا في ايطاليا رخيصه بارابور لفرنسا ولا سويسرا ولا بلجيكا، معيشه رخيصه بزاف مقارنه، كي تقارن معيشه رخيصه. وحاجه واحده اخرى ثاني، اللواي رخيص كي تقارن مع بقيه تسمى لي زوتر بي د تاع لوروب، اللواي رخيص، يعني يسوفي تلقى خدمه تستالي. وتزيد تعرف الحاجه اللي شدتني هنايا سيكو عندهم لا مونطاليتي شغل تاعنا، بورتو قباح، هما قباح في سونس، ماشي قباح هكاك باطل، قباح بصح تكون يعني تخاطيك المشاكل وتيفيتي مشاكل وتيفيتي ما تخلطش معاهم في هذوك التخلط تاعهم تاع زبل، يعني تحكم الطرف خدمتك الدار منه راح تعيش معاهم بيان، ويقصروا يضحكوا سي دي بون فيفون، يهضروا كيما حنا يهضروا بزاف، ويهضروا بيديهم كيما حنا شغل حنا نهضروا بزاف بيدينا، وما سي باغي سي لا ميم شوز، يهضروا بزاف بيديهم، يهضروا بزاف ويشربوا قهوه بزاف ويضحكوا ويقصروا. المهم يعني 5 تضبطيت انا معاهم لهنايا، لقيت روحي شغل كلي يا ربي ابان سي مو، لقيت روحي شغل كلي نعرفهم وكلي يعرفوني، اي بورتون شغل مغترب والفت. ومن بعد قالوا لي تشرب قالوا لي تشرب من 7 فونطانات، هذيك انا شربت واحد 70 فونطانه، من تماك ما قدرتش نخرج منها، والفت خلاص. واللي يقول لك باللي الطاليان زعما بلاد الشر وكذا، نقولوا يرحم باباك، بالك انت ما خرجتش عليك، ولكن الاغلبيه تاع المغتربين خرجت عليهم اللي عايشين هنايا بلاد الشر، تلقى هو عايش في البلاد ويهضر على البلاد ما يعرفهاش، ولا هو عايش سواء في الجزائر ولا المغرب ولا تونس، ولا تلقى هو كاريمو عايش زعما في فرنسا، جامي ما دخل الطاليان يقول لك بلاد الشر، ولا دخل للطاليان ريح فيها سمانه يقول لك بلاد الشر، ولا عايش فيها شهر يقول لك بلاد الشر، ما يعرفوهاش. انت ليك انا بيرسونالمون لو كان تقول لي راح عايش في فرنسا نقول لك لا لا الله محمد رسول الله ما نقدرش نعيش في فرنسا، تقول لي اسبانيا نقول لك ما نعيش فيها، ما تساعدنيش الجو تاعها، الاتموسفير تاعها، العقليه تاعهم ما تساعدنيش. يعني لقيت روحي لا لوغ، كل واحد وين كتب له رب العالمين، ما تقعدوش تسمعوا هذا يقول البلاد هذه مليحه وهذه ماشي مليحه. كاين اللي عايش في لاسويس يقول لك لاسويس مليحه وساعدت وخرجت عليه، انايا ما نقدرش نعيش في لاسويس ما تخرجش عليا، كل واحد وكيفاه. هنايا انا بور موا هذه شغل رايي الشخصي، بور موا واحد يلقى روحو لهنا يكون خاطئ المشاكل ويلقى خدمه ستابل يعيش بيان لهنا في الطاليان، سورتو الى والفوك اكسيتيرا خطيك ما تضرش، ماشي انت هربت من افريقيا الملعونه وتروح جاي لاوروبا زيد دور مع العرب، صافي با دير العرب ماشي ملاح، حنا ماشي ملاح، وصافي با دير ما تصاحبش العرب، ولكن ماشي راك هجرت انت من بلادك، يعني هجرت كامل بلادك باش زيد تجي لهنايا الاوروبا، كلكو سوا طاليان فرنسا اسبانيا المانيا نابورت كل بلاد، ومن بعد تقعد نهار كامل وانت مجمع غير مع العرب، ملي تنوض الصباح للعشيه وانت مع العرب، علاش هجرت؟ هجرت باش تخدم، روح تخدم على روحك، هجرت باش تسقم حياتك، سقم حياتك على روحك، ما تسقمهاش بهذيك القعده تاع القهاوي بوريا نهار كامل وانت قاعد باطل بوريا ما تستفاد والو، ومن بعد الشغل راك تدور في حلقه مغلقه، كيما كنت في افريقيا الملعونه كيما راك في اوروبا تولي اوروبا ملعونه. الوغ هذه هي النصيحه اللي نعطيها لكم، انا نقول لكم بدلت كاع المراحل نتايا، بدلت بلاد كامل، اميليور يا اخويا اميليور، اخدم
والدار، الدار الخدمه الوقت تحواس تحواس وقت قصره قصره. نزيد نوريكم برك واحد الحاجه، يعني لحقت فونطانه واحد اخرى. والله غنزيدو نشربو منها باش ما نخرج. بلاصة شابة بزاف حق الله العظيم، بلاصة شابة بزاف. نريحو باش نكمل نقصر معاكم. إيبا قلت لكم خوتي شغل ماشي تهجر نتايا تبدل البلاد باش تعاود تولي العقلية تاعك، تخلي العقلية تاعك هذيك راك بها. قلت لكم كيما موالف نهضر لكم أنا، خطفوا من عندك قول حوايج ملاح، حوايج ملاح ماشي ملاح ما تدومش من عندهم، ولكن صافي با دير هجرت باش زيد تشوفي لا ميم شوز. الأخطاء اللي كنت ديرهم في بلادك تقعد ديرهم هنايا في اوروبا. علاش ما لهجت دوكا؟ ريحت في البلاد خير، اوموا في وسط حومتك وسط اهلك وسط. زيدوا نافونسيو شويه. الوغ كيما قلت لكم خاوتي ما تسمعوش لابورت لوكي وشي هضر لكم، انت تجرب دوكا. انايا اكزومبل انايا لو كان نروح دوكا لكاش بلاد واحده اخرى والله ما نقدر نلقى روحي في ترن فيها. نروح فوق 3 ايام 4 نحس روحي شي واحده ويجي فيا شي واحد راه يخنق فيك. حاجه واحده اخرى ثاني اللي تشدك هنا في ايطاليا، مثلا انك تزوجت مع وحده سواء ايطاليا ولا مغتربه ولا المهم عايشه هنا في الطليان، دوك هي اللي راح سواء تخليك انك تحب الطليان وتعيش فيها سواء راح تهربك منها. يعني سا دي بونتا وين راح في الطفله اللي بروشيت معها. وكاين اللي يقول لك باللي ولاد الطليان تما طلاين هما يهجروا من البلاد. باه انا نجاوبكم، ميم لي زاميريكا ما يخرجوا من البلاد، ميم لي زاميريكا بورتو يعني اقوى دوله اقتصاديا ومن هنا ومن هيك، راهم يخرجوا هما ثاني راهم يخرجوا من بلادهم، راهم يروحوا يهاجروا، لي زالمون يهاجروا، كيما طلعين من بكري ماشي غير من نهار داروا الاتحاد الاوروبي، يعني طلعين من عام 2000، من عام 2000 هما عندهم طبيعه هادو تاع الهجره هذه يخرجوا منها هما. بصح صافي با دير بلادهم ماشي مليحه كيما لي فرونسي يهاجروا، صافي با دير بلادهم ماشي مليحه. وباش تقول لي انايا كيف راك عايش في بلاد وهما راه ولادهم يهاجروا منها، نقول لكم تسمى طلاين ثاني تلم يهبطوا البلاد. كاين بزاف طلاين راهم يخدموا في الجزائر، يهاجروا من البلدان تاعهم من ايطاليا يروحوا للجزائر، ولا لي زاميريكا يروحوا من امريكا يروحوا للجزائر، ولا تراكا ولا سما. انا ناخذ رايهم هذوك نولي كيما هما راحوا للجزائر انا نزيد نروح للجزائر. احنا كنا في بلادنا ما لقيناش روحنا في بلادنا لعده امور لعده اسباب، روحنا مشينا للبلدان اللي اكثر تطور من بلادنا باش نحوسوا على الخبزه والخدمه. ولكن بلادنا تحب البراني، يعني على بالكم كاع بها هذه، بلادنا تحب البراني، خبز الدار ياكلوا القاوري. يعني انت يا الصحراء ما تخدمش فيها، مستحيل تخدم فيها، بصح يجي واحد طلاني يخدم في الصحراء. صون هطراك انت ما تخدمش فيها، بصح لي يجي واحد امريكا ولا المان ولا روسي يخدم في صون هطراك، راكم فاهمين. سي بوغ سا تعطي البراني وحنا ما عطاتناش، على بالي حنا روحنا في بلاصه البراني. هاي الخلطه كيفاه الله، ما كان حتى واحد يجي يوري لك صلاحك. شوف انت وين تلقى روحك، راك تمشي زعما راك مهاجر ولا امشي في البلدان وتجرب وين البلاد اللي صاليت فيها ولقيتها ارتحت فيها نفسيا ولقيت لونتوراج تاعها ما فيها وسخط العنصريه، ما كاش العنصريه اصطالي فيها. يقول لك يعني البلاد اللي توكلك هذيك هي بلادك. زين نهضر لكم على واحد الحاجه، مثلا الزواج كاين اللي يقول لك تزوج في اوروبا راح تزوج تديها يا عجوزه يا سمينه يا مريضه يا مهبوله يا ما على باليش يا دروغيستا يا كذا يا كذا. خاوتي ما كاش منها هذه، تلقى هو قاعد في دارهم في حومته جامي ما خرج من حومته ويهضر على بلادات الناس المفشلين هذوما ما كاش منها. يعني تقدر بسم الله تقدر تطيح في وحده صغيره وتكون عاقله ومربيه وتهنيك وعادي ما كاش منها، تاخذوش الراي تاع الناس. سيفري كاين الناس اللي يحوس يزوج غير على الكوارط ولا يقول لك نديها كيما كانت نديها، الوغ في لو موفي شوا. انت ايساي دو فير لو بون شوا،
تقدر تلقى وحده صغيره وعقليتها توال مع عقليتك وصافي با ديال الكوار كاع ماشي ملاح. سي فري هضرنا شحال من خطره على السوجي هذايا، عندهم هما عادات التقاليد تاعهم وحنا عندنا عادات التقاليد تاعنا. كونك راجل انت كونك مع روحك كونك راجل، بس كون مام في البلاد ما تكونش راجل راح تديها مراه. هذا ما كان يعني مام في البلاد تاعنا كاين المليح وكاين الدوني، مام هنايا كاين المليح وكاين الدوني. انا شحال من خطره ننصحكم، نقول لكم انا ننصح بوحده بنت بلادك لعدة امور، على جال الدين على جال ولادك بلوطار، نصح لي نتزوج بوحده قوريه ولا عادي. كونك راجل لهنا زعما الطريانيات، لهنا الطريانيات ماشي سهلات قباحه وما تانيت، بصح تلقاك راجل تمشي معك برا وما عندهمش بزاف، عندهم المهضمات تاع الماده اوروبا كامل العالم كاع، بصح ماشي الاغلبيه، ماشي الاغلبيه. كونك انت راجل وحرات وليت فاميليا واختك بالتخلاط واختك بالعاوي الشر وما تقعش تبع فنسا، باسكو مالوغوزمون في البلدان تاعنا وعلى بالكم هذه مالوغوزمون نهضروها، مالوغوزمون تلقاه حجع اللون ان شاء الله. دوك كاين اللي يزعفوا يسمعوني هضرتها كاين يزعفوا، تلقى حجع اللون 35 سنه يحكم الطوموبيل ويروح يقاري في الليسي. لا ما تشوفهاش هذه والله، ما تشوف واحد مقاري طوموبيل في الليسي غير راح يرفد بنته ولا اخته ولا حنا تلقى علون قجع علونها كامل وهو يفوتر رايح جاي رايح جاي يحوس غير على البنات، يعني الشغل تاعو هو النساء. ما راحش تنجح بهذيك الطريقه، هذيك مستحيل تنجح. انا ما تلقاش نهار كامل هو في الطرقان يسركل يحوس على البنات ولا يحوس على دعاوي الشر، لا لا هنايا تلقاه يسركل يحوس على خدمه، يحوس على حياته، يحوس يشري، يحوس هذيك يحوس هذيك. علاش نقول لكم زعما تكون حكم لي سالا ديني برد راهو واحد البرد اللي راهو يقطع. علاش قلت لكم زعما مام تزوج لها مع اوروبيه كونك راجل معاها ما يخصك والو، ما راحش قاعد ما راحش ترمي لك الماء وما راحش تطفي عليك الضو وما راحش تكبر عليك. وشنو كون فريمون لي زوم يعني خدام وتحب مرتك وما تحقرهاش وتحب ولاد ديتها تانيت مهاجره ولا طلعها من البلاد ولا كانت هي مهاجره وزوجت بها ولا كيف كيف، كونك راجل معاها وكونك انت هو خوها باباها كتافها وتشوف حياتك كيف تبدل وتشوف حياتك كيف تولي انت يعني كوتي فاميليال يولي عندك لهنا لهنا. هذا تخي تخي زامبورتون. البلدان هنا الاوروبيه الحاجه بالك ما فيهمش الخدمه، نقصوا بارابور البكري نقصت بزاف الخدمه عندهم، نقصوا بزاف امور، ولكن كاين واحد الحاجه اللي يسمها لهنا لهنا والعداله. في وقت الرسول عليه الصلاه والسلام باش ما يقولوا لكمش هذاك راك تروح لبلاد الكفار وما على باليش، في وقت الرسول عليه الصلاه والسلام صلوا على النبي خوتي، كان بعث نهار اشتد عليه الظلم كان بعث الصحابه راحوا للحبشه قال لهم عند في الحبشه كاين مالك لا يظلم عنده احد. هنا تفهموا باللي كانوا يحوسوا على العداله. لا ميم شوز لهنايا، تغلط تو باي ما يقراسي لكش كاع، دير ديكا تخلص، تلعب بالنار تتحرق، تمشي ريقلو واحد ما يدنا لك ما يجو ليك ما والو. ونعطيكم ثاني واحد النصيحه بزاف نعطيها كاع خاوتنا سواء مهاجرين جدد لي زونسيان مهاجرين لي زونسيان ما راحش نهضر عليهم باسكو يعرفوها ديجا، مهاجرين جدد ولا نعطيكم نصيحه كي تدخل بلدان اوروبيه ما تبقاش تبع في الزهو وتوريست ومن هنا لهيك، ابدا حوس على حاجه اللي هي الاوراق، كيفاش تخدم الاوراق تاعك. نهار تخدم الاوراق تاعك راح يبانوا لك بزاف امور وتقدر من بعد تتحرك يتبان لك الخدمه تبان لك يتبانوا لك كاع الامور. الوغ بازيو على الاوراق هما الصح، والاوراق وريت لكم شحال من خطره كيف تخدموا الاوراق يعني الزواج ولا الخدمه. الوغ لازم تكون فريمون تكون فريمون انتيليجون باش ما تطيحش على راسك. كاين واحد لا كيستيون ثاني فلوسوفيتها بزاف، يقولوا لي الرائد اسكو توحش البلاد ولا ما توحشتهاش؟ ما كاش واحد ما يتوحش بلاده خاوتي قسما بالله، والله تعيش في المريخ كاع تتوحش، توحش بلادك، توحش ولاد حومتك، توحش يماك لافامي الحومه البساطه تاع الحومه، توحشهم هاد الامور. توحشت انا بزاف الجزائر سورتو عندي بزاف يا خاوتي. شوفوا مام هنا كادنيوا كاش واحد ما دامتو دارت له الكادنا هذا يكون بالك عربي وخداتو. كيما قلت لكم تتوحش توحش بلادك
يعني كاين امور توحش كاين شويه ولاد حومه ماشي بزاف اللي توحشتهم. يعني خاش على كي تسافر نهار تهجر تبدل العقليه بزاف، وكاين ناس بزاف اللي كانوا قراب ليك يولوا بعاد بحكم يعني لا ديستونس و ليامات الاولين ولا الشهور الاولين ولا العوام الصغار هذوك الاولين تكون بقى الكونتاكت، مي افورس طول راح يتكوب الكونتاكت مع اصحابك وحبابك وتولي شغل من البعيد للبعيد. على بالي يقول لك الهجره الغربه تبيض الوجوه وتكحل القلوب، هاي ثاني طالع الدخان كيفو كاع خرجوا دوكا. على بالي لهنايا راح تتعلم الحاجه الاولى راح تعلمها انه تتكل على روحك ما تكل على حتى واحد، وتولي في هذيك العقليه تاع الطاق على من طاق، تذكر راك شغل شبع ما تخافش على روحك وما تكل على حتى واحد وكومباتي. وهذه هي الدنيا ماشي ما كاين حتى واحد لقاها بالسهله، وما كاين حتى واحد تخدم الكوارت بالسهله، وما كاين حتى واحد لقى خدمه بالسهله. تفشل طيح، والمشكل هنا في اوروبا انه كي طيح ما كاينش اللي يرفدك. على بها لازم تقرا حسابك مليح الا قادر عليها ولا ما قادر عليها. صافا ما نخافش على اولاد البلاد سواء مهاجرين ولا مازال، باسكو ديجا هو كان عايش في بلاد صعيبه، ديجا بلادنا صعيبه. الو كي تجي لاوروبا ما كاينش حاجه صعيبه على البلاد، الو كي تجي لهنا تبان لك شويه سهله. وكيما ثاني قلت لكم ما تسمعوا حتى لواحد، كل واحد وين كتب له ربي. كاين اللي عايش في فرنسا لاباس به لقى روحه في فرنسا، كاين اللي كان في الاسبان ولقى روحه في اسبانيا، كاين اللي في المانيا لقى روحه في المانيا، وكاين اللي هنا في طاليا لقى روحه في طاليا. يعني كل واحد وين كتب له ربي، الارض اللي عايش فيها والارض اللي تخدم فيها، يعني وين تلقى رزقك سطالي وما تقعدش هذيك شغل تبدل غربه بغربه. الناس اللي تضرب عامين في بلاصه ومن بعد يبدل يزيد يروح بلاصه واحده اخرى، ومن بعد يعاودوا يتحلوا القوانين في البلاد اللي كان فيها، ومن بعد يعاود يروح يبدل وقاعد يلعب شغل رايح جاي. هنايا ما ننصحكش، هنايا نقول لك كاري موش ولا ديسيدي من الاول. وخاوتنا كاين بزاف خاوتنا اللي كانوا عايشين في هولندا وبدلوا راح من من من, من خدم بزاف غربه وتلقاه فين المهم بعد دخل لهنا لطاليان وسطال هنا في طاليان. هذاك ماشي جايح، هذاك يعرف صلاحو. يعني لو كان بانت له من الاول يدخل طاليان ولا يسطالي في طاليان وكان سطالة. وخاوتنا الجزائري ولا مغاربه اللي عايشين هنا في طاليان ما راهمش جايحين ثاني، على بالهم واش كاين. وهي مكاتب على كل حال، هي مكاتب. الفيديو حلات لي بالتسركيل بصح ما نقدرش نزيد نطولو اكثر من هكا باش ما يوليش فيديو صامت بزاف. المهم ولا غير جيت للبلاصه هذه بالعالم باش نوريكم شويه طاليان تاع الصح، يعني الحومات القدم كيفاش دايرين، وميم طون باش نقشطر معكم شويه بارطاجيت معكم شويه اللي زيد اللي عندي. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو هذايا، وان شاء الله يكون فيه حسن الاستمتاع ولا الاستماع. راحت العربيه يا خوتي، راحت خوتي راح الله فات الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم لاول خطره تشوف الفيديو تاعي، دير ابوني جيم وكومونتير. لي زونسيان ما نهضرش معاهم كاع هيك باسكو نتوما روعه، لا فامي رائد فلوغ. نحبكم بزاف، نموت عليكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، موضوع جديد. تشاو راغاتسي. When I'm burning like fire and you